Je vais faire un rêve sur la scène. Je vais lâcher la pied. هتمشي المدرسة؟ شنو كتقريكم الأستاذ؟ أليفو؟ شنو آخر؟ راه مريضة مسكينة في الحلاقة. وكيف راني نوتها تمشي ها واحد صباح النور على خوتنا نزاز، خوتنا اللي تيبغيونا. كي درتو؟ كي صبحتو؟ مزيانين هانيين ناشطين فرحانين؟ دابا خوتي سقدت بنيتي المدرسة، دابا انا ولات عندنا مسؤولية حميد. صيفطها مسكينة المدرسة حيت بطلت ليها مسكينة 3 ايام متابعة، ولكني راكم عارفين مكنقدرش نخليها من مورايا. اه تسمعتكش وكان هذا الشهر. اه يا اختي، هذا النهار صيفطها المدرسة. النهار الاول ما بغاتش، النهار الاول بشات، النهار الثاني ما بغاتش تمشي لنا، ما بغاتش تفيق حتى من الناس، النهار الثالث ما بغاتش. دابا ولات كتبغي، ملي كتقولي لها سيري للمدرسة ولات تتفرح. صافي ولفت بالوليدات، ولفت كتقرا الاستاذة زوينة عندهم ما شاء الله عليها، مسكينة كدير لهم خاطرهم. وشوفوا اللي ما تيجيش مثلا، اللي ما تيجيش من موراه باه ولا مو وكيخاف يمشي للدار بوحديتو، كتوصلو هي مسكينه. بحال دابا بنتي وصلتها شي 4 المرات وهي تجيبها لي تو الدار. وشكرا ليها مسكينه، والله يسهل عليها والله يكمل عليها في المسيره ديالها في الخدمه ديالها يا ربي. هانها ان شاء الله تابعونا على واحد الفيديو، غندير لكم فيديو في الكانون ان شاء الله. غادي نعملوا الباكاسي في الكانون. عفسو حميد، عفسي بيني وبين الباكاسي، نقول لكم دابا شي عام دابا واقف عندكم العدس عندكم باكاسي، ما تندورهمش بزاف في الدار. ودابا كنا شرينا هذيك النهاريات من اتقدم، ودابا قال لي حميد ديريها لنا، غادي نديرها بزويته بلديه والمسائل داكشي. يا سلام، يبقاو معنا ان شاء الله. ما تمشيو فين يلا حبيبي، ما تمشيو فين. الرياضه على العادي ريكا. شوف اخوتي راه بداو كيتفتحوا لي الوريضات ديالي، هانتوما باركوا ليا في التعاليق. في الليل تيفتح وفي الصباح تيجمع. حميد ياك في الليل كيتفتحوا هاد الوريضات؟ ولا سبحان الله العظيم، وفي الليل وفي الصباح تيتجمع. اش بغيتي تقولي مسكين؟ كيفتح غير الليل. اوه وانا نفهم اللي هذا 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 حق ربي. إلى هذا صدقت ياك صدقت، فرحان هذا. عرفتي شنو داز على هذا الغرصة؟ وشحال الدجاج ريبشها ياك دابا اللي كذا. قسم بالله إلى قلبي لا فرحان هذا على غرصة ياك، حيت صدقت ولا أخرى اللي واخا ما صغوش كلاهم دجاج. بقى خاطري والله يبقى خاطري كثر هي دوك الصطيلة ديال البقر. هذه زوينة هذه، خصني نزيدها شوية ديال التراب. هذا هذا هما هذه دابا هي جمعت الليل كتفتح كتعطي واحد المنظر واعر سبحان الله. حتى الصباح كيصبح النهار بابا كيتجمع كيحشمو هادشي. يا ويلي ما عيطتيليش. تيتش 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 تيتش. دابا خواتاتي راني هزيت الكوكوط الكانو باش غنضرب ليها واحد الحكة باش غادي نردو غديو تنام معاكم ان شاء الله. وتحاول نطيبوها لداخل قالك لا طيبوها برا. صافي انا الحكة حمودة. او تبارك الله على الناس العزاز، الناس الغالية، الناس اللي في قلوبنا. المهم اخواتاتي هاد الكوكوط انا كنحيدها، ما كنديرهاش معايا في المواعن ديال الكوزينه حيت فيها الحموم، فكتطلطل الدنيا. لا حطيتيها تما كاين، حطيتيها في الارض كتوسخ الارض، كتقيس لك الحيوط لا كانوا مجيرين. فانا كنخرجها كنديرها في القنيسه ديال الكانون ديالي. المهم دابا جبتها بدا كتكون مغبره، كيخصك تغسليها مزيان باش كديري فيها الماكلة الطيب. دابا خوتي راني غادي نغسلها. تبارك الله اخوتي صبحات الشميشه، وانا كنبغي الجو اللي كيكون مشمش ما شاء الله. ربي يرزقنا الشتاء دابا والله اخوتي. دابا هاد الاجواء زعما هاد الشهور دابا اللي غيدخلوا راه خص ما شاء الله، ان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر يا ربي، ترطب القلوب
وترزقنا المطر ان شاء الله في القريب العاجل يا ربي. المهم اخوتي دابا كما كتشوفوا راني حكيت الكوكوطه ديالي، كنت غادي نطيب لداخل ولكن حميد قال لك لا ديريها لنا على برا، فما خسروا والو. هي اصلا دغيا ما دغيا تطيب يعني ما كتاخذش الوقت بزاف. المهم ملي كنتشهاو الحاجه الانسان كينوض يديرها، فاحنا تشهينا اليوم نديرو البصاله الجلبانه كتجي زوينه. وملي كديري لها هكا الزيت البلديه وكديري لها الكمون من فوق وكديري لها الحار اللي كيبغي الحار فكتجي زوينه وهي بنينه. انا صراحه كتعجبني على البصاره العاديه اللي هي البصاره الفول، انا كتعجبني هي على البصاره بالخصوص الا كانت خفيفه، ما كتعجبنيش تجي هكا ثقيله خاطره بزاف، كتعجبني تجي مطلوقه شويه كنحماق عليها هكاك. وكيعجبني الا كانت سخونه نشربها، نديرها في زلافه ونشربها يعني ما ناكلهاش بالخبز. المهم كل واحد وشنو كيبغي يدير، وانا شنقول لكم انا الحريره حتى هي المهم اخواتاتي كما كتشوفوا ضربت ليها واحد الحكه وشللتها وعاودت، ودابا غادي ندوز ردها الطيب. المهم درنا لها واحد جوج عويدات تبارك الله دغيا، المهم ما تاخذش الوقت بزاف. هنايا هذه راه كنت خديتها من اتقدام، تبارك الله عندهم القطنيه فنه وكتهبط كتهبط ما شاء الله، ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب والله الا القطنيه ديالهم واعره. هامين نديرو كاملة بزاف كيلو بزاف علينا، عاود هادي ملي كتفسخ كتفسخ مرة سنين قصنا عفو صنص ما غير نص كيلو كون نتعشاو ونتغداو. لا لا فكاسي الرياضة ألا لا دي رفقة صافا حامد جلبان جلبان مكسر نص كيلو قطعتي في المناجر في المغرين طنان ها تجيبي لي شحبي بغرين دما معاك دي أربعة انت بنت رضوى ديري حبيبة معاك بغرين جيبي جيبي جيبوا لها حاجة هي قالت لك اه بنت رضوى غتعامل معانا دغيا دغيا سبك الله يرحم بيك ويخلي لك المهم تكو بيك الحبيبة لا لا دي ركا الطيارة لا لا دي ركا صباح الشميشة وصباح الورد والياسمين فيها والو الحمد لله نقية تبارك الله ها دايرينها معلبة إلا هو نتوما خوتي لا لا ديري هكا شتيتش 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 شيو 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 انت تجيب لنا قرايين معاها انت معكس ها انتم اخوتي حامد راه كيجيب لنا شويه العواد باش غادي نشعلوا النار الجو زوين هاد الصباح ما شاء الله اما زيد وبال كتعجبني الهواء هكا تكونوا خصنا خصنا حميد ديك اللي كيصوروا بها كسميت سيبورا سيبورا ويليك حميد حميد عقل عليا ونسي يا مالي بالك هي هبيل هادي حوايجك اللي حوزنا يا الله حاشا يا سي حميد ايوا سوى الكل في الكل ويا حميد عقل عليا ونسي ويا حميد راه شوفي هاك غلط غلط بزاف شي غلط شي غلط اش غلط بحال شغل راك انت هو كل شيء ايه يا ديما ما تبغيش حاجه قال لك طلع شي حاجه انت كيعينوني يا سي حامد والله الا كتشد فيا العينانه انا راه ضحكت غير شويه في البلاصه انا تنهجر وكاع ما عطيتي التحيه هذه عطيت خوتي الموسى سبيه التحيه كبيره
نعطيهم تحيه كبيره كاع قد هكداش. هامي تجي جاتيش البارح مشيت عندهم ما مالها ما جفلو مني قالوا ما عرفونيش. كيفاش جفلو مني؟ والله الا انا هاربه هاربه وينك؟ نجي زال حداها ونركب عليها هكا تحسن وحده بوحده وما زال عوجيهم عليا عوجيهم عليا. يلا شيت ما غادي فين راك غادي؟ تيش 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 عيطهم 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 خمس ثواني كون مولف انت ياك. وتبارك الله على اخوتي المتتبعين الاعزاز الغاليين كي صبحتم مزيانين نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير بالاحوال ان شاء الله ديما خير وعلى خير ان شاء الله انتم وليداتكم وعائلتكم ومعكم اخوكم حميد هضر فيديو جديد هو اخوتكم مريم وتحيه لكم بزاف بزاف بوقي سيري بوقي نهضر به ايه هضرنا احنا كنهضروا بجهه هذاك هو الهضر ديالنا وتبارك الله تعرفتني والله لا درت معاك الله يعطيك من حطها شحال دابا شحال عطاك انا حلو جسماني العريسه شحال الله يكبر بكم اخوتي الاعزاز الله يكبر بكم كيف الهضره باش يسمعوكم وشكرا لكم اخوتي المتتبعين الاعزاز الغالي الله يخليكم لينا وهذا نهار كبير ان شاء الله معكم وفيديو جديد اخوكم حامد اختكم مريم باكاسي 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 كنقول احنا باكاسي ولا البصارات جلبانه باكاسي حنا تنقولها الباكاسي ما كاين لا بصارات جلبانه ولا ديال المنقوب تقول هالباكاسي هذيك تقول يعني باكاسي يا باكاسي خليك معايا الله اخوتي حق لك راجلي يحبسي اقسم بالله العظيم راجلي بعد المرة تيفلت له ما زدوش الباكاسي هذا البصالة ديال الباكاسي الى العمر ديالي اخ صغير زدت وتكون زباها حدا هز البلدية تكبها عليها حسن منين الرياضة على الناديري جي جاتي مساكن ولاو كيخافو مني ياش ولاو كيخافو مني ياش شحال هادي ما شافونيش غير غبرت عليهم هاد السيمانة ما بقاوش عارف حيت ما تنظلمش الرياضة تيت 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 حمد خصنا نطلع للجبل اش خايم الجبل اه الجبل خصو قطر ربيع خصكون الدنيا مبهجة مخضرة ما دابا هاكا الدنيا يابسة غا واخا هاكاك زوين لا والو خاك من كطلع وكتشوف الدنيا هاكا تحت منك والله كتفاجئ زوين والله يرحمنا الله يجعل سيدي ربي يرحمنا ويرحمك الله يرحمنا يا ربي يا ربي ترحمنا بالصحة والسلامة والخير من عندك يا ربي شي ريس نطلبو يا الحبيب الكريم يا ربي حبيبي اللي حرمنا مش برزقك يا ربي ضروري خاصنا نديرو هاد الصلاح أول تبارك الله تغير غلات ما شاء الله يا راه فيها مجهد أحسن نديرو هاد الصلاح هاد كنديرو لها الزويتة ديالها أنا كندير فيها هانتوما تشوفوني شنو غندير لكم فيها خوتي وكل واحد كيفاش كيطيبها انا المهم طريقتي غادي نبارطاجيها معكم كلها 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 شغاله في ديه ها كل واحد شوف كيدير الطيه ديالو ما يمكنش انا نقول لنا شنو نديرو في ديالهم ولا دابا خوتي غادي تسلق شي غادي غادي تسلق شويه ضروري وغنجي انا عاد كيف كتسلق مريم هي كتسلق بحال البصارة صفرا كتصفيها وعاد كدير ليها الزيت ماشي بزاف تتسلق كطيب تهبط ايه المهم كتلاق المويه ديالها شويه بحال كتسخن وصافي ياك بحال كتسخن وصافي هذا خوتي رجعوا حيت حنا ما ناكلوهاش كامله كيلو بزاف علينا وكتزكى ما شاء الله ملي كطيب كتبان لك اكثر رجع هذه ولدي كيبكي باي باي السلام عليك المرأة سليمة اش تكاينة أمالة لا سليمة كريمة اش تكاينة كريمة باي بيبي لا السلام عليكم خوتنا المتتبعين اليوم اخوتي غادي نشارك معكم واحد الحاجه اللي زوينه ان شاء الله
دابا ان شاء الله بديت كنبدا بديت كنجلس زيادي ان شاء الله الا كنت والله يا الحبيب ديالي مازال ما تيجلسش بوحديتو غير مره مره كنجلس شويه هكا باش يولف يجلس ما كنخليش اش بدي هزيه اش بدي صاحبي انا اللي واش غادي يسيروا واش راه ديريكس شوف اختي مازال ما تيجلسش مره ولكن كنحاول نولفو دابا راه كاين في الشهر الثاني كاين دابا خصك تشوف فيا دابا واش غادي يشوف فيا اسمع كتهضر دابا في الشهر الثامن ما شاء الله عليه الله يسخر وليداتنا وليدات المسلمين يا وليداتي وفي وليدات كافه المسلمين اجمعين واخوتي دابا راني فرحانه بوليدي بدا كيجلس ليا ما شاء الله عليه ربي يحفظه حميد راه عقلو خارج شي كنعجبني ياك شخصا انا عامل كاس كيشوف فيك قال لي بصح سالف هانتوما راك داير لهم شطه خاص زعما تيقول راه فرحانه هو تيقول لي تلقينا ربي يحفظك وليدي هانتوما خوتي انا بدلت ليه زياد لي كوش وبدلت حويجاتو واه سي زياد كنلبسو ركبي بطاط حيت الجو شويه بدا كيبرد سي زياد ما نساوش الريحه ديالو الزوينه اللي سي زياد تعجبها زياد اه زوين ربي مزينها الريحه في وليدي ربي يحفظك انت اش بك واش كديري واه هذا كلشي صحيح ما يمكنليش نبدل له ما تكونش معايا هاد المشيطه هادي حيره ويدي وحدي معاها جوج زغبات واه حالي حالي زياد لا غير لا غير وليدي باش يسمعوا المتتبعين ديالك دور دور عندي هان 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 الحبيب الحبيب ديالي ورا الطوموبيله ديالو اللي كنديرو في الطوموبيله ديالو هادي كيقولوا لها اليوبا لا يمكن ولا ما نعرف كيف يقولوا كروس حنا تنعرفوا كروس صافي ما كاين لوبا كروس الوليدات لوبا هذا مكان دابا ولا كيتقلب ما شاء الله عليه راسو تيتقلب وكيوقف عليه ديته يعني تبارك الله بدا النمو ديالو ما شاء الله عليه كيتطور الحمد لله ربي يحفظ لنا وليداتنا ويحفظ وليدات المسلمين كافه اجمعين واليوم قررت نبين زياد معايا في الفيديو اش غنقول لكم هو مسكين وليد صغير ما كنبغيش دائما نركز عليه الكاميرا ولكن مع المتتبعين تيبغيو لي وليداتي ضروري نشارك معاهم الحبيب دمويمته المرضي المهدي تبارك الله اش غنقول لكم ما شاء الله ترى بيه ما يعطي ربي كل حبيبه ربي ما شاء الله مهدنا ما كيعذبنيش ما شاء الله عليه بزاف ربي يخليه لي ويطول لي في عمر وليدي تنشوفو ان شاء الله راجلي يا ربي امين وهذا مكان بعكس الترابي ديال فاطمه الزهراء عذباتني بزاف فاطمه اقسم بالله الا كانت حمقاتني انا بعدا ملي كنت كنربيها الله يسامح البنيتي تيقول لك هو مسكين ما يبكيش لما كانش هكا مريض ولا كتحرق شي حاجه ولا جيعان او تبارك الله السيستم تحياتو مهدله لاحظت راه كنصور ما شاء الله معاكم قليفي كتسمعوا هكا كيلاغي ولا كيبكي والحمد لله ما شاء الله عليه ربي يحفظكم اخي الشماته والله فيك لبقات يا الشماته الله تسالي معاك خلي لي تعاليق زوينه لوليدي ان شاء الله يدير عام انفدنا القوا يعطيكم التحيه ويبدا معاكم الفيديو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يلا دابا عاود سير ان شاء الله ما نبينو زياد وياك الحبيب ديالي الحبيب مهمتك يا الله خوتي بقاو معايا يا الله خوتي اللي عنده شي وليدات الله يخليهم له والله يسخر وليداته وتبارك الله عليكم المهم اخواتي هادشي كوكو ديالنا راه كطيب الغديوه ديالنا درنا زويته بلديه تويمه بصيله صغيره محكوكه مطيشه صغيره محكوكه بزيره مليحه هادشي اللي كندير في وسطها انايا مكتبش نشارك معكم سمحوا لي اخوتي راه راكم عارفين ديري هذه فعلي هذه وهذا ما كره علي طيب ان شاء الله